الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا كسوة جرني تفسير في سورة يوسف، احنا سورة جرني ترسيقين وقدم بيهي آياته وكلت لنا آيه نبي يعقوب وحينما دي سو كلت لنا آيه. وقال وحير نبي يعقوب يا بني وحيبت كيديو لا تدخلوا هجرنا مصر كجرنا من باب واحد الباب كليه كجرنا وادخلوا كجرا من ابواب متفرقه الباب كالتدن وكالدون وحي كجرا وما اغني وحكمة راي عنكم حقين من الله حال هذا من الله حق له من شيء شيء شيئا حق له يدل ترى يا أنا بحي متر وقضاها إلى هذه حكمي وإذ قل عيا وحن يدل ترى يا أنا شفت أي من قضاء الله وقدره إن الحكم أي ما الحكم حكمكم معها إلا لله من الله سبحانه وتعالى يحكم معها حكم كان إلى بس كله حكم إلهي الدنيا حكم وحي قدري أهي حكم شرعي بإلهي بأسكالة حكم كإلهي وفلي عد علني السانة وحي مجلس باعين عليه كركي سوكري عليه كركي سأيان توكلت ثلاث عرمي وعليه كركي سوكري فليتوكري ثلاث عرمي المتوكلون قوحي ثلاث عرمي تاسنا وعقيدة وحوية أنبياء عقيدة وحوية قفلوا الله ما أنتو سببتي إلهنا ثلاثة ولما قلتي دخلوا أي قلال من حيث أمرهم ماشوا أمري أبهود مكي كقلال ما كان ما هيل أي تفرق أي كالتقى أي ميلك لدوان كالقلال كلا تقول اسمها ان يغني مثل كتر عنهم حق من الله حق له من شيء وحو كتر يا مشرك وحو كباتني يا مشرك بس سبب بوها بغادني الا حاجه لكنها سي شيء حاجه اي اظهرها يعقوب موتي حاجه ظن يا باهي موتي ظنتها يا باهي في نفس يعقوب نفس نبي يعقوب كسرني دنتا سو قضاها او حكمي سو ميسين كسو فشل وانما دي سو حي كلا تليي سو دونايا انو صوبتا قاتو الهينا سدا كل هني سي ان عروتي سو لوغا عورين او اي لوغا دحين وانه يعقوب الهي لذو علم ومن علم صاحبه لما علمناه اي لتعليمنا اياه برستعان برني اودي أي علم كله أي علم كياش أنا قابر ماي رهيب أمانة يا كو أمانة يا تلدو سيء إن ما دي سنولو أمانة ولكن الناس يشاء أكثر الناس ذلك بدن كود لا يعلمون وحي قرن ما يعلم أي ذهن الله وحي له الشيء يا نبي يعقوب عليه السلام إن ما دي سمك أي إن كي بنيامين لورنشر أي دونين كحيستان أو أي أولا صفرو سيدي أي نكي عزيز كه النبي يوسف أي نجرني مكلا صوب الله معي وح كل تلي ما كي يا النبي يوسف إن إنه راع ما دام إنه ما بناها قابية من النهاية وح وحبة يوم كل تلي إن الباب كلا دوان أي كجران تانا وح وجب بقي سيدا هو تلمع ابن عباس يا محمد بن كعب يا مجاهد يا الضحاك يا قتال يا سدي وحي تلمام يا خشية عليهم العين وحو غبق أي إل يعوري ما دام أنا ما ديسوا كوبية تمام وإل يهيب كوبية تمام كنا علماء وحي وحي نما آدو قروح بدن وحي سينما داد ننكلي وضع دلي آدو قروح بدن بدن والغا إلينا يا والغا عوري يا وحو غبق أي وحي إل أيو غبق أي وحو تلمام يا شيخ اللي يا قرطبي أبو عبد الله الجامع لأحكام القرآن وحكمت الماما إياه وإذا كان معنى وإذا كان هذا معنى الآية حدو معناها آية سيدة أيها إنه إلو قبق أيها دي آية النبي يعقوب
فيكون فيها دليل على التحرز من العين وحي آيات الدليل تهي إلا إسكا إلا علي وحي عور كينا صدبت إلا قاتل إلا إسكا إلا علي عور دي إشم إلا كينا سوى النقاء إلا إسكا إلا علي أي دليل تهي والعين حق إشنا وحق إشوا حقه إنه غفر وحي وحي أي إلي كل عذاي ومت حقه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا محيري إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة إيش وحى أي جلسة إيش وحى أي جلسة إنك وحى قبر أي جلسة إنك العوري هذا معنى وارد أنت حلو أرد أنت وبر أنا إيش أور كنا وحى جلسة دريجة أور كدل العوري هذا واتشبا يا أمنا قرتم وكتشبا يا حلو يا دينا قال الله لنا خايشو خطر وي نبي صلى الله عليه وسلم هو تلمام ان العين حق ايش هو حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حدو جير لها النبي صلى الله عليه وسلم الشيء كدهرين لها قدرك ايش اي وحي كدهرين لها ايش اي اهان لها لكن قدر روح كدهرين جيرين با ايش هو حق قفكنا وين اسكا الى اليا بحي دو وحكو عوجي كرو قفك السنة ايش هو كان دعيك السنة لكن طريق اللي غيبت بعد يعني رشد واحد ترى السحابي اللي انت لسين دوس في شغل صور شيء من السهل من حنيف السحابي اللي انت ايا واحد عوري السحابي اللي انت عام من ربيعة وحارك السحابي قال سوى يسين سنة يو السحابي قال قروح بضن بوها سهل من حنيف مركز في محاك قروح بضن ولي ما عرف بوحك قروح بضن حتى إن أنا كل يكون هير ما عرف عيدك قروح بضن إن يركدي بس سهل من حنيف وارعى بصوا حد النبي صلى الله عليه وسلم بورك من هو قال سهل من حنيف وش هذا إنه سيدا إلى عام ربيعة صحابي قال الله يا النبي صلى الله عليه وسلم علامة يقتل أحدكم حمد كين ولا لكم دليا هلا بركته ما ترى هذا بارك الله فيك ما كان إيش هذا ولا دوحة تاني مرك ولا سكير هذا كرت أنا ترى هذا بارك الله فيك لا يقوى بركهي عدة وحي أطارت ده قرح طاي ده تعلم له السي ده له عقل السي ده له حول السي بارك الله فيك هيا لكن ما شارا شلا بدا قف إنه ما شار توقف دي عوري أقلي هل رواي حالتنا تبارك الله فيك نبي صلى الله عليه وسلم الكويري إن العين حق توضع له إيش هو حق ويسيسو سيدة عامر ربيع النبي صلى الله عليه وسلم رأي وقت راح الشيخ يسوي حي أمه يرى مكا هو أمه يسيسنا إياه ويسدي أمه إياه حمله أمه يسري سواد الشيخ يسوي وحي أمه بيسنا وحو قدر مرضي يسوي وقشيها يحق إلى تلك حتى وحكم دوائر أمه يرى تلك تعوطي تنقف بيه ساسا الله شوية بيه نساس وقف في أمه يرى مركب صحابي واقعي مكا إشو هو حقه labadii inaan ay u dhalay Jaafar ibn Abi Talib markii la caawiyay Nabiga soo samaysay soo kala muslimiin sidoo kale Sa'd ibn Waqqas waa caawida gabadhii inta soo maray ay hadal tir ma jeerashaa in yar kadib Sa'd waa dhacay falo sheegay gabadhaas sidaa tir dowe waa weesisay qofka haduu qof caawiyo la garto qofkii caawiyay ilayay hadii la garto xaq wuxuu ugu leeyahay inuu ma waa in weesisto ma hayno tii dhaadaanu aan sheegaysan waxa ma caawiyay xaq waxa lagu leeyahay walba in lagu ilzaamiyo oo dawladdu ay ku ilzaamiso oo ku khasabto inuu weesisto ayuu diida ma dulmi hadii kale ahay marka isu dariiqadeeda waxa iska ilaalin kartaa inaad waxa weeye aad baarka la siid karaa wixii aad aragtid ee nimcaha ay Ilaahay walaalkaas siiyay sida inaad tiraahdo ayaad ka badbaadisaa isha aad ka badbaadisaa sidaas uma ka waxay Nabi Yuusuf inamadiisa uga baqayay waxa kale loo yaqaan aadan sababta la qaato Ilaahay adoo tala saaranaya waxay sababta ka tagi لكن إن الله يراهذا إلى هاي بلال ترى سارنا يسون الله ما قادنا يو كلمة حق أريد بها باطل وي وكلمة حق وباد اللغة شيء أو إن سبب تلقاها إلى هنا الله ترى سارتها ترى سبب ترى
لكن قف كل يلاذ أنو ما قادني سوبي له بنت ثلاث سارنا يا تواكل ولا يا شرعي ما دري لكن توكل كوا ولا أمان توكلك وين قف السبب تي سو قادنا يا إلى هينا ثلاث سار أموري سو أقول يا نبي يعقوب عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إلهي عليه توكلت إلهي من كركي سواء ترى سارنا يا أمورا يقولون أردن أمورا يقولون باكم بندقنا يا هترى سارتان قوة وحي ترى سارتا يا هترى سارة شلو حي سقف في سوى صوت إلهي من يقالنا يا إن وحويان إلهي ترى سارتا سوى دكتر كآلية إن إلهي ترى سارتا إلهي عثمت سي سوى قرسنا يقول كروبة إسكي ومبحية والسبب كلي إلهي نبط سيجي إلهي من صوت الله يمانا وين عمل فرع وإلهي وحي تشنه وكذا وصوت كصوت الله يمانا رزق بعد والبوه تنطع قفل بمك واقو بريو عرارا ما يريس كيف ريستو تهرس وصوت عيا مصر تقلبا ثم أردت لسيدة أمورها كلانا صوت أدوق على نسي رسقون دوني أمورها كلانا سيدة صلية صوت الله كالا نبي صلى الله عليه وسلم أحد المامي حديثكي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح قطعا نبي صلى الله عليه وسلم هذا ثلاث سارة الله هذا إلهي ثلاث سارة لو حق أولي هذا ثلاث سارة الله هذا لا يوفي أرزاق لا سوء شمبرا وارزاقه شمبرا إلهي شديبه شمبرا وارزاقه سبح دبك الله هذا يدو بقل الله لن أوقع شوريس قلبتنا حسو الله بطيب العلوش البحر كان هذا أرزاقه وي ولما دخلوا من حيث وأمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء وهي آية هشلنا والله بيني ما أنتنا وفعلين وكما كان يغني عنهم من الله من شيء حبك ما ترى إن ميرها كالدوان كالقلان وحي كترى ما تشل إن صوبت هاي هم إيه علس كي على أي تايم من رحك أو مثلا إلا هنا وقري كم علمي إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها صي شيء يعقوب أي واحد موجي نفتي سكن موجي أرنك أو حكومي إلا هنا وقوا ما هم سيدا كل تري نمديس وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلا هنا وقوا علم بد علم له علم جانا أن غصيني تذكر بذلك ودر مقرنيا ولما قرتي دخلوا أي قلين على يوسف ساسا كنت قال نبي يوسف ولا الذي ساسا وحبا ينصفر كي يكون كحايا يوسفنا يقول الله ابتن وانا قرمي ولا الكودن يقوضا ولما قرتي دخلوا أي قلين على يوسف يوسف أي قلين آوى إليه الله وحي آوى وصدوه إليه ساقا يوسف ولا الكي بصدوه اسمه يدعى أخاه ولا الكي يصدوه قال وحي إني أنا أخوك أنا وحنا هاي ورالك أيان هاي ورالك معنى ورالك شقيقه هو يا أبوك وأبنا فلا تبتئس هم رجون وهكحمان بما كانوا يعملون أي بالذي كانوا يعملون وحي أي سمعين ولا لدا وأهيد إني عيل جوردين إني وقعي هكا 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 مرجون هكحمان ولكن يقول لك ان يكون هناك شيء فلما قلت الله وحي فلما قلت جهزهم وديار جريء نبي يوسف ولا الذي عرفت ودياري بجهازهم فلما قلت جهزهم الله فلما قلت جهزهم وديار جريء نبي يوسف ولا الذي بجهازهم وحي عرفت وحي راشك ودمرك وحي وديار جريء فأي كسفرين شعل وحي إلى السقاية وحي السقاية دي إيه وحي قرانك في رحل أخيه وحي إلي ألابتي ولالك وكرد قرانك وحي لهم يساي وحربا قرانك يقول نحن ذكير الدوما دي سوش قيلة ثم انتهت بذلك وحي تقيم ويدقاقين ثم انتهت بأذن وحق واقوية إلي مؤذن مذيارة أيتها العير أي أصحاب العير وحيكوين إنه وحي عورت سفر كأو صاحب كأو وإنما كعورت سفر كوطاو أو يرى إنكم يدك الله سارقون أبا حتى توبتي قالوا وحي هذا إخوة يوسف
وأقبلوا والحال أقبلوا أي سوقا بين عليهم كوي وحوي قالان كوحي دون أي سوقا بين ماذا تفقدون حوي دين قالوا وحي لا وكوي دون أي قالان نفقد وحن وين سواع الملك قالان كي وحي بقر كأي وين ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ولمن جاء وحوصنا عليك وحي الله ما أنت أكينا به قلان كاعدك أنت وحوصنا عليك حمل بعير أو وحي ربوحة أو راشنا يوصنا عليك وأنا أنا كان به أو كزعيم قدامنا قاليا كي يري وحي قلان كدوني وحي يري أنا أقول قدامنا قاليا إلا الصين عليك وحي أكينا قالوا وحي الى اخوه يوسف تالله اله بان كدارن لقد حقيقه علمتم واغته ما جئنا ان نمو ايمان لنفسد في الارض سان الله اخربنا او حقنا ان نمو ايمان تهبان كدارن واغته وما كنا سارقين وما كنا يئنا ان اهان جرين وقتي هره سارقين قال توغينا ان اهان جرين واغته هره وانغي سفر كداي ديغو نمي هذا هو 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 هذا فما جزاؤه أي فما جزاء السارق هي أول مرة توقي وحي حضي إن كنتم كاذبين هذا بين شيء إنسان كحدم هو هذا وحي نبل منتج قالوا وحي يا إخوة يوسف جزاؤه أي جزاء السارق توقي أبل مرة وحيات من وجد وحي كيل لغهره في رحله ألابتي سكيل لغهره فهو أي فهو السارق أي السارق فهو توب جزاؤه أي جزاء المسروق أبا المنتس وحي هاتي وحي 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 اللحظي إن وحي الله قب صدع وكا وحي وحدي إن لقب صدع يا هاتي المنتس كذلك سيدا سوك لأن نجزي وأبا المرنة الظالمين كوض المثلياش أي الله يبو فبدأ بأوعيتهم فبدأ وحب بلاوي نبي يوسف بأوعيتهم على ابتودي بارس وحي الله بارا أيو بلاو قبل وعاء أخيه على ابتي ولالكي كهر ولالكي سي كهر يلا انت أنا بارن أو كيسي يا ربتي سي كوي كرايا له ريسي ثم انتهت بذ استخرجها وصوصاري بمعنى للسقاية إحنا حلقورة يا بني اللي أما قران كيو حي راشنك أي الله سوصا من أخيه من وعاء أخيه ويلكي ويلك فلا قصوصا يا رب تستوى ويلكي الله وحي كذلك سلا سوكا له حيلة دعا النبي يوسف سيني كذلك سلا سوكا له أي نكدنا وحيلة دعنا وحيلات السين أنوسين نيسين لم يدل يوسف يوسف أيام وحيلات أم دون وحيلات وحيلسين ما كان وما سمعنا يوسف ليأخذ نقاط أخاه ولا الكي في دين الملك بقر كي وحي دين تيسي وحي أبو ما سمعنا نقاط نبي يوسف عليه السلام والدين بقر خاسمي بنين إنه قاطه أحوي ولا الكي إلا أن يشاء الله إن له طونا ويان نرفع درجات من نشاء الله وحي نرفع وحن كل قادنا درجات أي إلى درجات درجوية انت كاهات من نشاء وحدا نضعنا أي نكر قادنا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم كركي سنوحا هذا متكسو علم لو علم صاحب عليم من علم البلن أيا ككرية متكسو علم البلن إلهي باكسي كرية أيضا الله وحي له الشرية لمنك إخوة يوسف مركة يبتغان يوسف مركة قارب ولالك أي لفقي يو قرن ماي قرني وحان وحوية نشيق إنه ولالكي يهي يوسف ولا الذين عن الجرمين سهو صورة فقط
waxa uu ku yiri fala tabtayis bima kaanu yacmaluun ha kana murugoona ka xumaan waxa ay sameeyeen ka ballan hoose ayuu la galay markii alaabtii wax weeye la raray awrtii ay raashid ku doonayeen loo raray ayuu addoomadiisii wuxuu amray yuusuf in waxay galaankii loogu dhex rido awrka waxay walaalkii markii loogu dhex riday ay sidaa ku fuleena ku tageen ayaa waxay mid ka daba yeeraa loo diray mid yeedhaa u yeedhay ayatuhal ciiru innakum lasaariquun kuwiina safarka watoo tuubati ma raxdeen culimmadu waxay yidhaahdeen dee inay tuugmay ahaynoo been weeye ninkani suu yidhi sidee buu u yidhaahdaa tuugbati waxay culimmadu yahay nebi yuusuf inuu dayaha been sheeg ma suusagelayo ma dhacay beentuna waxaa la yahaa alkadibu waxaa la yahaa maa yukhaalifu alwaaqic ikhbaaru maa yukhaalifu alwaaqic in laga warramo waxaa khilaafka waxaa waaqica khilaafsan in laga warramo been la yahaa sidqiyahuna waxaa la yahaa ikhbaaru maa yuwaafiqu alwaaqic in laga warramo waxaa waaqica waafaqaya marka waxayaan laba arrinba waa suurtagal nebi yuusuf ninkan kuma odhan been sheegay isagunbaa cindigiisa ka keenay isagunbaa xaggiisa ka tiri iyo in laga tilmaamayo horaa waxu xadeen sidaa waxay laga tilmaamayo wada nebi yuusuf oo been baa sheegtan wadankiinta qaadatan waxay tuuray waaye innakum lasaariquun qaaluu waaqbaluu calayhim maadaa tafquduun way soo qaabileen waxayaa maxaa weydeen waxay yidhaahaan waxaan weynay boqorka waxay galaankiisii wax lagu geysisay oo asqaayana culimmadu wayaan waxay yahay waxna waa lagu waraabin jiray waxna waa lagu miisi jiray ka dahab sidu ka samaysnaa sidaa awadeed waxa la galaankii waxay boqorka ayaa la waayay ciddii keentana waxay leedahay ximlu baciir aw raashina buuxa ayaa u sugnaatay ciddii keenta waliman jaa bihi ximlu baciir wa ana bihi zaciim kii waliba yeedhaya wuxuu yahay aniga waliba u damaanan qaadaya zaciim bimacnaa kafiil waxaa laga qaadanayaa shayga damaanada la yaaba ee laga qaadanayaa shay in cid damaanad cid damaanad u noqoto ama cid bay ka noqon kartaa ama shay waxbaaya ka noqon kartaa nimankii dhaar bay ka tuuran waxay ilaahay baanu ku dhaaranay wadogtiin inaanan arlada u imaan inaanu kharribno tuugaannahay horena tuugmaanaanahay waxay ku yidhaahdeen nimankii doonayay waxay galaan muxuu abaalmarintiisu ahaaday haddaa waxay been sheegaysaa qofkii xada oo waxa la yidhi nebi yuusuf aabbihii waxay yacquub shareecadiisii waxay ahaan jirtay oo nebi ibraahimna waxay ahaan jirtay nebi ibraahim awowgii waa isxaaqna aabbihii waa yacquub marka diintii yacquub iyo isxaaq iyo ibraahim waxay ahaan jirtay qofka waxada shay qofka xada ciddaa uu xaday baa kaxaysan jirtay oo adoosan jirtay oo qaadan jirtay nimankana way ogyihiin shareecada waxay aabbahood marka waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen haddaad been sheegtaan muxuu ahaanaya abaalmarintiisu qofkii waxada waxay sidaa yaqaaneen bay sheegeen qaaluu famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin qaaluu jazaa'uhu man wujida fii raxli abaalmarintiisu waxay ahaatay tuugga waxay xaday laga helay wixii abaalmarin u ahaayeen isaga lala hadho la kaxaysto sidii iyagii baaba qirayba iyagii baaba sii sheegay xukunkii bay sii rideenba haye baa la yidhi oo la dabaalaya haddaba fabadaa biawciyatin qabla wicaai akhiihi uma istakhrajaha min wicaai akhiihi nabi yuusuf wuxuu ka bilaabay baadhistii la baadhayay weelkii waxay walaalkii kuwii kalu ka bilaabay walaalkii uguma horreysay culimmadu waxay yihiin waa liisaalati tuhma suu meesha uga saaro demelmadooga iyo tuhmada haddu walaalkii markii uu ku bilaabay way tuhmayaan laakiin kuwii kalu ka soo bilaabay walaalkii ugu dambaysay walaalkii unbaa laga soo saaray uma istakhrajaha min wicaai akhiihi allah wixii kadaalika kidnaa liyuusufa sidaa aan ugu xeeladaynay waxay yuusuf macnaa si lamid aan ugu xeeladaynayna ciddii wanaagsan xeeladuna culimmadu waxay yahay xeeladu hadday tahay shay lagu gaarayo sharciga wanaagsan way bannaanta laakiin hadday tahay shay xaaraan mid lagu gaarayo xaaraan wey haddii shay xaaraana haddii ribadii la diiday la yahay meel kale laga soo wareego iyada xaaraana la yahay si aynu xeeladasanayso riba xalaala u gaadhno
هذا هو حرام بالأمس لكن حيالة النبي يوسف إلهي باتلمان أيها الحيالة وحيالة ديه حيالة الشرعية شرع لو قاريه أرمي ولا أكسبان الوحي كتشني ألا نوحي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نبي يوسف وما سوغنان دينتي ولكن قاعدت وما سوغنان دينتي وحي بقرك وأنك كان بقرك وشغينا يا نبي يوسف بحلك وهي وحي يعني علمته dintii waa haystay dhigaynin cida waxa in la kaxaysto la doon sabo sidii nabi yaquub ay sa waxay laakiin waxay ahayd cidii waxa in la garaaco wixii waxa laba laabkeedna laga qaado kana xasa u yeelay laakiin iyada xukunki hor u sii riday walaaladii oo yiri la hadba xukunka ku ala wixii ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء نبي يوسف ما سنان ولكن إنه قاطر عادت يدقن كي نكي بقر كا وما يسونان إنه لحي الطورة مويانا نرفع درجات من نشاء وحن قروا قادنا بالله يعد عن الدورنا يقروا قادنا ومنزل يبصرنا وفوق كل ذي علم عليم متكستو علم بدن waxay waxa ka sareeyo mid cilmi badan ba ka sareeya wa wuxuu xasan al-basri tabiicii loon jiray laysa aalimun illa fawqahu aalimun hatta yantahi ila allah id aalim oo cilmi badan ma jirto illa haduu joogo mid ka cilmi badan ba jira illa cilmi uu ku dhamaado ilaahay waxay cidna ka cilmi badan saga ilaahay cid ka sa ka cilmi badan cilmigana saga de makhluuqaat ka baray wallahu akhrajakum min budun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ilaahay wuxuu idinka soo saaray calooloyinkii hooyooyinkii idinkaan waxba garanaynin marka sidaas ilaahay waa cid kasta ka sareeya wax kasta oo dhacayana waa og yahay ilaahay marka aayadahaas aan ku celin doonaa insha Allah laqabadooda darsiga insha Allah darsiga ugu soo xiga sabtida insha Allah ta'ala jumcaha ka fasaxay hay إن شاء الله هل تهينا وجهه درسي والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى